تحية طيبة مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة نطل بها عليكم في كل أسبوع من برنامج أنت والعالم، الذي نبحث فيه ما كتبته وتناولته كبريات الصحف ومراكز البحوث والمنظمات الدولية. وسوف نأخذكم في جولة على أبرز الملفات والقضايا العراقية التي اهتمت بها مؤسسة صحفية وفكرية دولية خلال الأسبوع الماضي، والبداية مع وكالة أنباء الأناضول بنسختها الإنجليزية. العراق يدعو لعقد اجتماع عاجل للقادة العرب المتواجدين في نيويورك لبحث العدوان الإسرائيلي على لبنان. وفي موقع ميدل إيست آي، المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ هجوما بطائرة مسيرة على إسرائيل قرب وادي الأردن. وفي موقع عرب نيوز، إيران تطلب من السياسيين في العراق وقف صراعهم الداخلي القاتل. وفي موقع برنامج الأمم المتحدة للتطوير يتساءل: ما الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة وتحسينها في العراق؟ وأخيرا في صحيفة بوليتيكو الأمريكية، الولايات المتحدة ستعلن عن خطة لسحب قواتها من العراق. إذن مشاهدينا، هذه موضوعات وأحداث عراقية عرضت لها مراكز بحوث ووسائل إعلام عالمية. وفي الجزء الأول من حلقتنا سوف نناقش ما ورد في تقرير صحيفة بوليتيكو الأمريكية والذي حمل عنوان: الولايات المتحدة ستعلن عن خطة لسحب قواتها من العراق. ولمناقشة هذا الملف أود ترحيب ضيفي من أربيل، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا، الدكتور سربس نبي. مرحبا بك دكتور. إلى الجزء الأول من حلقة برنامج أنت والعالم، أدعوك والمشاهدين الكرام لمتابعة الاقتباس التالي من تقرير لصحيفة بوليتيكو الأمريكية. قال مسؤولان بالإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تتوقع إعلاناً الأسبوع المقبل عن اتفاق طال انتظاره مع العراق بشأن تخليص الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، لكنهما أقرا بأن القتال ضد بقايا داعش في العراق وسوريا لم ينتهي بعد. إذن التعجيل بمفاوضات انسحاب القوات الأمريكية هل جاء نتيجة الصراع والاشتباك والهجوم والصراع بين إيران وحليفتها الفصائل المسلحة وإسرائيل وحليفتها أمريكا؟ تفضل دكتور. تحياتي أستاذ سرمد، تحياتي لك ولجمهورك والمشاهدين جميعا. حقيقة الأمر منذ عام 2019 نسمع بين الفينة والأخرى حديثا عن انسحاب القوات الأمريكية. بالعودة إلى الوراء نجد أن القوات الأمريكية جاءت صحيح بطلب عراقي عام 2014 مع احتلال الموصل، إلا أن تشكيل التحالف الدولي لمحاربة داعش وحماية كيان الدولة السورية والعراقية معا من الهجم كان قرارا أمميا دوليا، ولهذا السبب انسحاب هذه القوات وقوات التحالف عموما يحتاج بالمثل إلى قرار دولي، ولا يتعلق الأمر فقط بإرادة كتل برلمانية داخل البرلمان العراقي. المسألة الآن تبرز وتحتدم في ظل أمرين: أولا أن الطلب انسحاب القوات الأمريكية أحد اشتراطات الإطار التنسيقي لمنح الثقة لحكومة السوداني، هذا أولا. ثانيا، أن تظهر مثل هذه التصريحات في سياق معين، هو السياق الذي نشأت فيه صراعا بين إسرائيل وحماس وحزب الله، وقد احتدم الآن، هذا التصريحات من قبل السوداني أو أطراف من الحكومة من قبيل تهدئة الرؤوس الحامية في الحشد لعدم الإقدام على أي مغامرة من شأنها أن تربك الموقف أو تحرج حكومة السوداني إزاء الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تدرك الولايات المتحدة في ظل مثل هذه التصريحات أن هناك جهات تحاول إحراج بايدن في ظل مرحلة الانتخابات، وربما مغامرة ما من قبيل قصف القاعدة الأمريكية في التنف
في الفترة السابقة ربما تربك الانتخابات وتؤثر على أصوات الناخبين الفترة القادمة. علينا أن نضع كل هذه الظروف بعين الاعتبار حتى يتبين لنا أن مثل تلك الدعوات هي زائفة، هي تأتي من قبيل البروباغاندا والاستهلاك الإعلامي. لكن على المحك نتساءل، هل فعلا انتهت مهمة الولايات المتحدة والتحالف الدولي في سوريا والعراق؟ هل فعلا أحدى هذه الدول، أو لنفترض العراق قادر، القوات العراقية قادر على خلق الاستقرار الأمني في العراق وضمان حالة التوازن بين المكونات في المجتمع العراقي؟ في ضوء تصريحات السفيرة الأمريكية نجد أنه لا تزال تهديدات قائمة. حتى زيارة أخيرة الزيارة الأخيرة للسيد السوداني للولايات المتحدة ولقاء مسؤولين الأمن لم يتطرقوا إلى قضية الانسحاب في أي من البيانات الرسمية. فضلا عن ذلك نعود إلى لغة الأرقام التي تدحض مثل هذه المزاعم. منذ بداية 2014 إلى يومنا هذا هناك 137 حملة مشتركة بين القوات الأمنية العراقية والأمريكان ضد داعش. هناك أكثر من 120 عملية هجومية لداعش في سوريا والعراق. الحكومة العراقية ووزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية تصرح بذات أنها تمكنت من اعتقال وقتل أكثر من 5000 داعشي. إذن أين الحكمة من القول، أو ما مصداقية القول أن العمليات أو الحرب ضد إرهاب داعش قد انتهى في العراق؟ كل هذه الحقائق تدحض مثل هذه الدعوة وتفقدها مسوغاتها ومصداقيتها الحقيقية. لكن دكتور سربس، نعم أنا متابع مع جنابك أيضا، وقمنا بتحليل يعني ما نقلته الصحف الأمريكية ووسائل الإعلام الأمريكية في حلقات سابقة. لكن اليوم صحيفة أمريكية مثل صحيفة البوليتيكو تتكلم عن نقلا عن مسؤولان بالإدارة الأمريكية، هي لا تتمتع بتلك الأهمية أو تقليص الوجود الأمريكي. يعني هذه صحيفة أمريكية مو وسائل إعلام محلية أو مع قوة. ذلك نعم تفضل. من السهولة بمكان أن أمول أي كاتب صحفي حتى ذو وزن في الولايات المتحدة لينشر مقالا كهذا. هذه تأتي من، وسبق أنا شخصيا تصديت لمزاعم أو لتسريبات حاولت جهات إقليمية تسربها إلى مراكز أبحاث وإلى صحف مهمة أكثر أهمية من بوليتيكو بقصد التأثير النفسي، خلق مناخ نفسي مؤثر لدفع الولايات المتحدة إلى الانسحاب من سوريا والعراق. المسألة الآن وخاصة في ظل الهجمات الإسرائيلية على لبنان باتت أكثر تعقيدا وأهمية. هناك تحديات حقيقية إزاء الميليشيات فضلا عن داعش، وجميع تقارير التحالف الدولي والولايات المتحدة لم تعد فقط تهتم بوجود داعش وإرهاب الناشئ عن داعش، إنما أيضا يجري الحديث عن محاربة الميليشيات المتطرفة الولائية التابعة لإيران في سوريا والعراق. لكن دكتور سربس، هذا لا يتم البوح به بشكل صريح يعني من الإدارة الأمريكية. دائما الشماعة هي داعش، لا تقول نحن هنا لمواجهة النفوذ الإيراني. في الآونة الأخيرة صاروا يتحدثون بوضوح محاربة النفوذ الإيراني في سوريا والعراق. ليس هناك شبه أو لبس في كلامهم في التصريحات الأخيرة من البنتاغون ومن الخارجية وغيرها. ويمكن العودة إلى الكثير من مثل تلك التقارير والتصريحات بهذا الخصوص. أكثر من ذلك، انسحاب القوات الأمريكية سيحدث خللا جيوسياسيا للنفوذ الأمريكي في شرق المتوسط، لا سيما في سوريا. طيب. وترك سوريا في هذا الوضع في ترك سوريا فريسة سهلة للنفوذ الإيراني أو الروسي
تبدو مغامرة سياسية غير مقبولة بالنسبة لمعظم مراكز القرار في الولايات المتحدة. طيب. لهذا هذا الأمر يأتي من قبل البعض من باب تمني أو إرضاء الذات. نعم. أو ومن بعض الآخر من قبيل البروباغندا الإعلامية والاستهلاك يعني. طيب. تهدئة الخواطر حتى يمكننا أن نسميه. طيب دكتور سربس، دعنا نتابع مقتبس ثاني من تقرير صحيفة بوليتيكو الأمريكية ثم نعود من بعده للنقاش. الإعلان القادم عن الانسحاب المتوقع أن يتم بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وعراقيين مرة أخرى في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هو جزء من جهود فريق بايدن لتقويم الالتزامات الأمريكية الطويلة الأمد في الخارج قبل مغادرة الرئيس منصبه في بداية العام المقبل. دكتور سربست، يعني القوى العراقية داخل الدولة وخارجها تقول أن الانسحاب الأمريكي المتوقع إن حصل يعني فهو كان نتيجة الضربات للقواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في العراق على يد فصائل يعني المسلحة الموجودة في العراق، والولايات المتحدة تقول هو جزء من التزامنا بتخفيف عدد القوات وعديد القوات في العراق. يعني أيهما نصدق؟ أي الروايتين نصدق؟ نعم، الآن العمليات القتالية انتهت، نحن نعلم بذلك، لكن هل العمليات اللوجستية وغيرها انتهت؟ هل تستطيع القوات العراقية أن تستغني عن الخدمات والخبرات الأمريكية؟ ثمة شكوك حقيقية. أما بالنسبة للضربات، نحن وجدنا أن الولايات المتحدة كان ردها قاسيا وحادا جدا إزاء تلك الضربات التي أدت إلى، وهؤلاء يدركون أن أرواح الجنود الأمريكيين غالية ومؤثرة، ويحاولون ابتزاز الولايات المتحدة في هذا الظرف الانتخابي بهذا الشكل. التلويح أو التهديد بقتل عدد من الجنود الأمريكيين سيلزم الطرفين المتنافسين إلى أطلاق وعود بسحب القوات الأمريكية، وهذا غير ممكن. بالمناسبة حتى لو فاز ترامب أكثر تشددا بالبقاء ومواجهة النفوذ الإيراني في العراق، وقد وجدنا ذلك في فترات سابقة 2019 و 2018 و 2020. الآن لدينا مشكلة أن هؤلاء يحاولون إيهام الجمهور أنهم يحققون انتصارات عظمى على القوات الأمريكية في العراق، وأنهم يحاولون خلق مأثرة عسكرية وملحمة بهزيمتها، وهذه شعارات زائفة. قبل يومين إسرائيل بعد أطلاق مسيرات من قبلها على إسرائيل، الإسرائيليون ردوا بالتهديد بأنهم سيقصفون مقراتهم ومراكزهم. هناك تسريبات تقول أن معظم قيادات تلك الميليشيات فرت من العراق خلال الساعات الماضية. هم ليسوا قادرين على مواجهة التحدي الأمريكي. الأمريكيون قتلوا أبو باكر الساعدي نعم، كتاب أحد قادة الكتاب في قلب بغداد. الولايات المتحدة واضحة وحاسمة إزاء أي تهديد لحياة جنودها، وتصريحاتهم على الدوام تؤكد أن أي تهديد لحياة جنودهم سيلقى ردا قاسما وقويا. إذن هم يدركون ذلك، لكن عملية الابتزاز الاستعراضية هذه لن تفيد. طيب. والعراق لديه تحديات داخلية أعظم من أي تحديات خارجية. هؤلاء يريدون أن يدفعوا بالعراق إلى مأزق إقليمي، سواء عبر خلق صراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، عواقب ذلك ستكون كارثية. في نهاية الأمر الولايات المتحدة إن أكرهت، وهذا مستبعد ومن الصعب قول ذلك، على الانسحاب ستنزاح إلى إقليم كردستان، وكما صرح مسؤولين في الخارجية في البنتاغون، وسيمكثون ستمكث قواعده في هذه المنطقة. لكن هذه الرهانات تبدو خاسرة. عليهم الانصراف، على هؤلاء الانصراف إلى التحديات الداخلية في العراق. إذا كانوا فعلا
يملكون حسا وطنيا بالتفكير الوطني العراقي، الاستقرار الأمني، استقرار بين مكونات المجتمع العراقي، التنمية، السياسات الصحية، البنية التحتية. هناك مئات القضايا المتراكمة منذ مرحلة السقوط إلى يومنا هذا عجزت حكومة هذه الحكومات المتعاقبة المشكلة لهذه الميليشيات عن تحقيق أي تقدم حقيقي وفعلي على هذا الصعيد. طيب دكتور سربس، دعنا نتابع مقتبس ثالث من تقرير صحيفة البوليتيكو الأمريكية ثم نعود من بعدها للنقاش. التغيير في وضع القوات الأمريكية في العراق أدى إلى بعض الذعر في الكونغرس، فقد أعرب رئيس هيئة القوات المسلحة في مجلس النواب مايك روجرز عن إحباطه مما سمعه من البنتاغون بشأن الصفقة بين واشنطن وبغداد، وقال إن الانسحاب من العراق بهذه الطريقة من شأنه أن يفيد ويشجع إيران وداعش، وأنا قلق للغاية بشأن التأثيرات التي قد يخلفها قرار كهذا على أمننا القومي. إذن الانسحاب الأمريكي من العراق بهذه الطريقة من شأنه أن يفيد ويشجع إيران وداعش، وكذلك يؤثر على أمن الولايات المتحدة الأمريكية، أين الحقيقة في هذا التصريح الذي يبدو أقرب إلى الدعاية الانتخابية؟ لا، على العكس من ذلك، هذا هو الحقيقي، هذا هو الذي يشغل ذهن صانع القرار في الولايات المتحدة. المنطقة الممتدة بين الخليج العربي والبحر المتوسط الآن هي بؤرة، تحت البؤرة الأمن القومي الأمريكي في آسيا. بالتالي الانسحاب من أي بقعة من هذه الأماكن سيؤثر على الطرف الآخر. يعني الانسحاب من العراق سيؤثر على النفوذ الأمريكي في العراق، في سوريا ولبنان، كذلك الأمر هناك سيؤثر في العراق، والعراق بدوره على الخليج العربي. هذه المنطقة تتمتع بأهمية مركزية في السياسة الخارجية الأمريكية، ومن الطبيعي جدا، لا سيما هي الآن أحد رهانات الكبرى للتمدد الجيوسياسي الإيراني الروسي، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل أن تترك الولايات المتحدة هذه المنطقة لقمة سائغة للنفوذ الإيراني، كما صرح المسؤول الأمريكي قبل حين مايك روجرز. بالتالي نحن هنا أمام تفكير الواقعي الضاغط على أساس الأمريكيين. ما هي البدائل المتوفرة؟ البدائل هي كما صرح أخيرا وفي زيارته بنيسان ولقائه بجو بايدن سيد السوداني، شراكة كاملة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي. لكن دكتور سربس، إذا تسمح لي بهذه النقطة، يعني من كان يتوقع أن القوات الأمريكية ستنسحب مثلا من أفغانستان؟ ألم تنسحب بين ليلة وضحاها وتركت كل تلك التضحيات والجنود، بل تركت لهم آليات ومصفحات وطائرات يستعرض بها اليوم طالبان؟ لا، هذه مسألة مختلفة. أفغانستان بعد 20 عام من الاستثمار شكلت عبئا اقتصاديا كبيرا وأمنيا على الاقتصاد وعلى الأمن الأمريكي، علما أن مردود تواجد ليس الولايات المتحدة والقوات التحالف الدولي هناك، القوات البريطانية والإيطالية وغيرها، لم تكن بمقدار التوقعات. تركت الولايات المتحدة هذه المنطقة، لكن خلفت هناك أزمات لدول عديدة وكانت مقصودة، ليست عبثية أو نتاج هزيمة. لا، يعني من السذاجة اعتبارها هزيمة. الآن الصين وروسيا وهما أهم تحديين أمنيين سياسيين بالنسبة أهم كتلتين تتحديان السياسة الأمريكية في العالم، منهمكان الآن بملء الفراغ بعد انسحاب القوات الأمريكية، وهذه المشكلة المفتعلة. في السابق كانا يفتعلان المشاكل أمام القوات الأمريكية، الآن الولايات المتحدة بعد أن انسحبت باتوا هم منهمكين بالمشكلة الأفغانية، ولم تعد الولايات المتحدة تكترث للأمر. المسألة ليست بهذه المقاربة،
فضلاً أن لكن دكتور سربس يعني اليوم كثير يتحدث وسوريا. وخاصة إذا فازت كاميلا هاريس بالانتخابات بعد يعني بعد أشهر قليلة بعد شهرين يمكن، هل من المتوقع إذا فازت كاميلا هاريس وعادت الإدارة الأمريكية تحت إدارة الحزب الديمقراطي أن تنسحب من العراق أيضاً؟ ألم يكن الانسحاب الأمريكي الأول في عهد الديمقراطيين أيضاً؟ يعني هناك مخاوف لدى المراقبين. نحن نعلم القلق كان بشأن السلوك المتقلب لبايدن لترامب. بالنسبة للديمقراطيين البقاء في العراق وسوريا ليس نتاج قرار ظرفي، هو قرار استراتيجي. وعموما الإدارة الأمريكية لا تتخذ القرارات أو تغيرها بسرعة خارقه كموضة سياسية بين حزب وآخر. هناك قرارات استراتيجية تتعلق بالسياسة العامة الأمريكية والتهديدات المحتملة للنفوذ الأمريكي وللأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط، وهذه لا تتبدل. على العكس من ذلك نحن يعني دكتور سربس إذا تسمح لي، إذا انسحاب الأمريكي بال 2011، انسحاب القوات الأمريكية من العراق بال 2011، من ملأ الفراغ بالعراق؟ لم تنسحب قوات قتالية، لكن القواعد الأمريكية ظلت، الخبراء الأمريكيون، الضباط الأمريكيون، نعم لكن هناك أداء حتى الأداء السياسي تغير بكلام المراقبين، هذا ليس كلامي. هناك دولة إقليمية استغلت هذا الفراغ وملأت هذا الفراغ حتى على الأرض. يعني وهذا ما لا يراد. وهذا ما لا يراد أن يتكرر الآن. يعني بعد انسحاب الأمريكان عام 2011 وجدنا داعش قدمت، إيران عززت نفوذها، شهد العراق حالة نزاع كان قاب قوسين أو أدنى من التفكك. الآن لا أحد، حتى ليست كل الشيعة أو الأحزاب الشيعية تريد من منطلق براغماتيتها تريد انسحاب القوات الأمريكية، وعاجزين عن خلق إجماع يلزم بإخراج القرار، يلزم بإخراج الولايات المتحدة. هم يدركون أن انسحاب الولايات المتحدة من العراق، جزء من هؤلاء يدركون أن انسحاب قوات الأمريكية من العراق سيفقد هؤلاء الكثير من الامتيازات التي حصلوا عليها بعد سقوط 2003. وبالتالي هم مترددون، ناهيك بالسنة والأكراد الذين لديهم مصلحة موضوعية. نحن وجدنا بعد 2011 تحديات حقيقية تتعلق بوجود العراق، نشأت فوضى، نشأت حالة يعني دكتور سربس إذا تسمح لي أيضا، كل هذا لا أحد يريد. يعني كثير من المراقبين أيضا يقولون أن إيران ليست جادة أصلا في مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، لأنه على فرضية انسحاب القوات الأمريكية من العراق و يعني بالنهاية النفط العراقي تذهب عائداته إلى الخزانة الأمريكية أو إلى البنك الفيدرالي الأمريكي، إذن ستفقد إيران مصدر مهم ورئة اقتصادية مهمة في العراق. ولكن هي تناور، لا هذه المقاربة غير دقيقة. إيران هي الأكثر حرصا وهي الأكثر رغبة في إبعاد الشبح الأمريكي عن حدودها، لأنها تدرك أن الولايات المتحدة بعد أن تنفض الغبار عن يدها في سوريا وفي غزة ستنصرف إلى تقويض النفوذ الإيراني في العراق وربما أعمق من ذلك. إيران تدرك وغير مرتاحة لهذا النفوذ، وهي تخلق العثرات وتدفع بالميليشيات هنا وهناك لخلق المشكلات. في الأصل أزمة غزة و6 أكتوبر نشأت نتيجة النية الأمريكية، أو كان هناك شروع لدى الولايات المتحدة بإنشاء ممر آمن بين الفاصل بين سوريا والعراق للحلول دون وصول الإمدادات ودعم اللوجستي إلى الميليشيات الإيرانية في سوريا، ولقطع الذراع الإيراني داخل سوريا ولبنان. ولهذا السبب أحد السيناريوهات أو التفسيرات لحرب أكتوبر أن إيران هي من افتعلت هذه الأزمة لإشغال الولايات المتحدة هناك. الآن نحن نشهد إسرائيل تقوم بضربة معاكسة ومضادة
لهذا الطموح الإيراني في لبنان، وشيء بعد أن تفرغ تماما عمليا، دمرت الآن فقط في مدينة غزة 68% من العمران أو من الأبنية والمنازل تم تدميرها 68%. نعم. تدميرا كاملا، ناهيك بالتدمير الجزئي. بعد أن نفضت يدها غير التهجير والقتل الذي حصل في غزة، الآن شرعت بضربات ضد لبنان. بالضربات التي وجهت خلال هذه الأيام المعدودات في لبنان تعادل حتى الآن خلال بضعة أيام، نحن الآن نتحدث بعد 3 أيام من بدء بضربات إسرائيلية إلى لبنان، تعادل 6 أو 7 مرات التي ضربت فيها لبنان طوال فترة حرب 2006. طيب. حرب تموز. طيب. عدد الضحايا أضعاف تلك الحرب حتى الآن، وبالتالي إسرائيل الآن تقوم برد على النفوذ الإيراني تماما في 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 لبنان. طيب. حسب بعض التكهنات أن هذه العملية لن تقف عند لبنان، بعدها تأتي يأتي الدور على الميليشيات في سوريا وفي العراق. نعم. طيب يعني دكتور سربس، دعنا نتابع مقتبس أخير من تقرير صحيفة بوليتيكو ثم نعود من بعده للنقاش. المحادثات الأخيرة بين بغداد وواشنطن ركزت على الانتقال من المهمة العسكرية للتحالف إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة. وهنا يقول مسؤول أمريكي: لقد عملنا مع العراقيين، والأهم من ذلك مع جميع شركائنا في التحالف، لتحديد متى وكيف سيبدو ذلك التحول إلى الشراكة الأمنية الدائمة. سؤال مهم جدا دكتور سربس، يعني إذا كانت القوى والفصائل العراقية تهاجم قوات الأمريكية بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، كيف لهذه القوى السياسية أن تكون حليفة وتعمل شراكة أمنية دائمة على المدى البعيد مع الفصائل إذا هي يعني كانت هي الطرف الحاكم بالعراق؟ ليس فقط شراكة دائمة، أيضا كاملة. التقرير يتحدث عن شراكة كاملة ودائمة، أي على كل المستويات، من مستوى خدمات التنموية للبنية التحتية إلى مستوى الدفاع. وهذه تكشف عن مفارقات مزعم هؤلاء بطرد. الجميع يدرك أنه بحاجة إلى وجود الأمريكي، بحاجة إلى الدعم الأمريكي، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع أن يتخلى عن شرف الولاء لولاية الفقيه والتبعية له، يريد الامتيازات ومنافع الوجود الأمريكي، وفي الوقت نفسه يريد شرف الانتماء إلى ولاية الفقيه. طيب يعني كيف إذن دكتور سربس، يعني هذا السؤال اللي طرحته على جنابك، يعني هذه القوى والفصائل المسلحة العراقية اليوم التي هي اليوم بالسلطة يعني تقصف القوات الأمريكية، وبنفس الوقت هنا الأمريكان عندنا يتحدثون عن تحول إلى شراكات أمنية دائمة، كيف ستكون يعني كيف ستكون شكل هذه العلاقة؟ نعم، وماذا بعد هذا القصف الاستعراضي؟ يعني هذه المسيرات التي ببساطة يمكن صنعها في أي مدرسة صناعية ثانوية في أي في أحد البلدان النامية ويمكن إطلاقها، هذه ليست حرب حقيقية تخاض ضد الولايات المتحدة، وليست هي 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 أكثر من هي مجرد حرب استعراضية تقوم بها ضد الولايات المتحدة، وهي تدرك لا أنها لا تستطيع أن تتمادى أكثر في الحاق الأذى بالوجود الأمريكي. هي يعني تخشى يعني دكتور سربس، والدليل على كلامك قبل 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 أشهر قليلة، يعني عندما يعني هددت هذه الفصائل قالت إذا قامت إسرائيل بضرب لبنان وضرب حزب الله في لبنان سوف نحرق القواعد الأمريكية وستكون في مرمى النيران لحد الآن. نعم. نعم لحد الآن ولا قاعدة أمريكية ضربت. يعني وصول 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 طرطيرة من هذه إلى إيلات أو إلى تل أبيب لا يؤثر شيئا على الأمن الإسرائيلي ولا لا. أنا أتحدث عن القوات الأمريكية دكتور سربس، أنا أتحدث على القواعد الأمريكية في العراق، يعني منذ فترة ليست بالبعيدة كانت قواعد حرير وقاعدة عين الأسد تحت مرمى نيران الفصائل، واليوم حزب الله يباد في لبنان والفصائل في العراق. وبعد الرد الأمريكي وقت القيادات يمك استنكفت
نعم استنكفت لأنها تلقت ردا صاعقا وقاتلا. والولايات المتحدة لا تهاون إذا كان هناك إذا بعض الجهات تطرفت في ردها، الولايات المتحدة لن تتهاون إزاء ذلك، وهي تدرك أن العاقبة ستكون وخيمة عليها. يعني فقط لهذا السبب دكتور، أم برأيك أن هناك توجيه إيراني، يعني خلوا جبهة العراق يعني هادئة في هذه الأيام، لا نريد حرق كل الجبهات. نحن لا نتحدث عن جبهة العراق الآن، نحن نتحدث فقط عن مظاهر السلوك المعلن المقاوم، لكن الحديث عن جبهة في العراق كما الآن إرسال بضع يقال هناك 40,000 عراقي في جولان وغنيطرة وغير ذلك، هذه تأتي كلها من باب الاستعراض، من باب الهوسة بالهوسات العراقية إذا طيب. جاز الاستخدام هذه المفردة. لكن واقعيا ولايات إيران، أنا في مقابلة سابقة قلت أن في السابق كان المؤرخين يتحدثون عن الهند بأنها درة التاج البريطاني في الزمن الكولونيالي. الحشد الشعبي الآن هو درة محور المقاومة، درة ولاية الفقيه، لا يريد أن يغامر بها في معركة يدرك أنها خاسرة وحتمية، وسيترتب على ذلك نقمة أمريكية لن تستطيع إيران ولا ولاية الفقيه التخلص منه. لهذا السبب لا يدفعون، يتركوهم يحدثون جلبة وصراخ وشعارات، لكن في حدود عدم إثارة حفيظة الأمريكي. طيب دكتور سربس، تفضل بالبقاء معنا، سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود من بعده لاستكمال الجزء الثاني. إذن مشاهدينا الكرام، ما علاقة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني بالصراع السياسي في العراق؟ القصة وتفاصيل أكثر عنها سنتعرف عليها سوية، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد إلى الجزء الثاني من حلقة برنامج أنت والعالم، والذي سوف نناقش فيه جوانب أخرى من المشهد العراقي، حيث نشر موقع عرب نيوز تقريرا بعنوان إيران تطلب من السياسيين في العراق وقف صراعهم الداخلي القاتل. ولمناقشة هذا الملف أود الترحيب مجددا بضيفي من أربيل أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا الدكتور سربس نبي. مرحبا بك دكتور سربس إلى الجزء الثاني من حلقة برنامج أنت والعالم. دعنا نتابع الاقتباس التالي من عرب نيوز ثم نعود من بعده للنقاش. تم إرسال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قآني إلى بغداد لإصدار أوامر بالتوقف عن تقويض رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، الذي يواجه مزاعم بأن مكتبه تجسس على كبار المسؤولين العراقيين والسياسيين المنافسين. وفتحت السلطة القضائية تحقيقا في الادعاءات بقيادة فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي يمكن أن يحدد ما إذا كان السوداني سيستمر في وظيفته. يعني دكتور سربست، بحسب معلوماتك، هل قام الجنرال الإيراني بزيارة بغداد مؤخرا، وهو الجنرال المكلف ب يعني متابعة وإدارة النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة؟ نعم، حسب التسريبات المنشورة في الصحف ووكالات الأنباء أنه التقى بقادة الحشد وببعض الزعامات السياسية. نحن نعلم الآن حجم الخلاف المحتدم بين المالكي والسوداني، ويحاول المالكي ويبدي باستمرار عدم ارتياحه من حكومة السوداني، يحاول خلق مشاكل ترغمه أو خلق عثرات أمام حكوماته وطموحاته السياسية. أعتقد أن مجيء القآني إذا صح الأمر فهو لم يكن فقط من هذا القبيل، إنما أيضا ارتبط بعشية غزو الضربات الإسرائيلية للبنان، وأراد أن يضبط سلوك هذه الجماعات وردود أفعالها إزاء أي مخاطر محتملة. هؤلاء كانوا قد أطلقوا تصريحات سابقة تفضلت بها، أن أي هجوم نحو جنوب لبنان
سيدفعهم إلى الرد وإلى آخره. الآن إيران لا تريد، إيران تريد أن تضبط شروط وقواعد تصرف هؤلاء. هؤلاء لا ينبغي أن يفكروا أو يتخذوا القرار من رؤوسهم، عليهم أن يضعوا في اعتبارهم على الدوام المصالح الاستراتيجية للأمن القومي الإيراني، ولا يعتقدوا أنهم مجرد قوة تحرر وقوات مقاومة أو كما هو معلن، أي أنهم يخضعون بنهاية المطاف لأجندة سياسية وأمنية إيرانية لا ينبغي أن يتم الخروج عنها، لأن إيران في نهاية المطاف ستتحمل عواقب سلوك هؤلاء. زيارة قاآني جاء من هذا القبيل، أنهم لا يمكنكم أن تتطرفوا، يعني من الممكن الحديث والتهديد والوعيد، إطلاق التهديد والوعيد وشعارات التضامن مع حزب الله، لكن لا يمكنكم أن تتصرفوا من رؤوسكم وأن تسارعوا إلى أي خطوات عملية من شأنها أن تثير وتستدعي نقمة الطرف الأمريكي. والولايات المتحدة كانت واضحة أن اشتراك إيران في المعركة ضد إسرائيل أو اتساع دائرة الصراع في لبنان سيترتب عليه أن تشارك الولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل وأمنها القومي، وإيران تدرك ذلك تماما، وهي ليست بصدد خلق مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. طبعا ليس الولايات المتحدة فقط، إنما أيضا مرائها بريطانيا و يعني دكتور سربس، إيران ذهبت أبعد من ذلك، إيران ذهبت أبعد من ذلك، وتصريحات الرئيس الإيراني في الجمعية العمومية بنيويورك قال نحن مستعدون. أنا جاي لهذا الشق، نحن مستعدون لإعادة فتح يعني الملف النووي الإيراني. كذلك وددت يعني سؤال جنابك، يعني بالضبط زيارة قاآني للعراق هل هي سر؟ يعني لماذا تخفى عن الإعلام برأيك؟ يعني إذا كان دائما عندما تسأل، يعني تسأل الحكومة تقول زيارات رسمية، إذن أين ولا صورة ولا فريم أكو ولا أي لقطة عن زيارة قاآني أصلا، ما حد متأكد من عدها، بس هي حصلت بحسب التسريب. قاآني ينتمي إلى مؤسسة، ينتمي إلى مؤسسة غير دبلوماسية كما نعلم، ينتمي إلى مؤسسة عقائدية كذا، ولا يخضع لأي بروتوكول، يعني مثل زيارة وزير خارجية أو أي مسؤول رسمي معلن. هو ليس وزير دفاع أيضا، وليس هو ينتمي إلى جيش ثوري يخضع لمرجعية دينية ما ورائية إلى آخره، وبالتالي هو خارج البروتوكول. من الطبيعي مثله مثل قاسم سليماني الذي كان يجول في المنطقة بحرية كاملة وبسرية مطلقة. هذا الأمر سيحرج الحكومة العراقية، سيحرج وزارة الدفاع العراقية، قد تخضعها لمساءلة من قبل حليفها الأمريكي. ما مغزى زيارة شخص مطلوب أو غير مرغوب أمريكيا؟ الشق الآخر من هذه المعادلة التي تفسر أو تسلط الضوء على هذه الزيارة، أن الرئيس الإيراني الجديد بازشكيان الودود الكيوت الظريف والمرح جدا أطلق تصريحات في يعني أطاحت بكل الآمال والرهانات التي أقامتها تلك الميليشيات على شعار تصدير الثورة ووحدة الساحات وغير ذلك. الرئيس الإيراني، أنا سميتها قذيفة قبل يوم، قذيفة بازشكيان، كان وقتها 2000 غارة إسرائيلية على لبنان. جاء بازشكيان في نيويورك وقال نحن نعتقد أن حزب الله غير قادر على مواجهة إسرائيل، بخلاف ورغم تراجع المسؤولين ويعني ومحاولة دعم وخلق تأييد معنوي لحزب الله، لكن هذا التصريح كان بمثابة قذيفة أقوى من 2000 غارة إسرائيلية، لأنها خلفت خيبة وخذلان لحزب الله ولجميع الجماعات التي كانت تراهن أن إيران لن تسمح لإسرائيل بالتمادي على حزب الله أو حتى قبلا على غزة.
خلاصة كلام. لكن دكتور سربس المرشد الأعلى تلاها هذه الفكرة. نعم تلاها بتغريدات يعني فقط داعم. أكمل هذه نعم الفكرة. تفضل. هو أراد أن يقول على حزب الله أن ينجو برأسه إيران غير مستعدة للتورط. وعاد الخارجية الإيرانية أكدت تصريحه ومعظم المسؤولين بالرغم من أن خامنئي فيما بعد حاول أن يقول أن إيران لن تسمح وستدعم وغير ذلك. هذا الكلام لا يفيد. خلاصة القول أن إيران غير مستعدة، أن هناك مؤشرات أن ثمة تسوية ما تمت تحت الطاولة بين إيران، ولا تنسى وزير الخارجية الأسبق موجود الآن مع بزشكيان في نيويورك، وهناك مفاوضات غير معلنة مع المسؤولين الأمريكيين. نعم. وربما تكون هناك مقايضات كبيرة. نعم. نتيجتها أن تضحي إيران ببعض حلفائها الأقربين على الساحة. طيب ولكن يعني مثل ما يعني تحدثت أو تضحي عفوا يعني المرشد الأعلى باليوم الآخر لهذه التصريحات، اليوم الثاني يعني غرت تغريدات قوية ومؤيدة لحزب الله ولمحور المقاومة ومؤيد لهم، يعني ما هذه يعني كيف تستخدم إيران هذه الكفتان، كفة الحرب الناعمة أو الكلام الناعم عفوا نسميه، ومن هنا تصعد بخطابها الثوري الحماسي من أجل يعني كسب الرأي العام وكسب التأييد. نعم هذه كانت مجرد استجابة نتيجة السخط الذي تنامه وفقدان الثقة داخل جمهور المحور الذي يسمى بمحور المقاومة، وخاصة في لبنان بعد الضربات الموجعة التي واجهتها إسرائيل لقيادات وكوادر المتقدمة لحزب الله. وبالتالي كان من الطبيعي أن يظهر المرشد بصفته القائد بصفته الملهم وصاحب الأمر أن يرضي أو يعزز من الثقة لدى الجمهور. وسمعنا أصوات كثيرة حتى من أقرب ومن مسؤولين سياسيين، يعني هناك سياسة لبنانيين كبار خرجوا علينا بالقول أنه لا يمكن. الوزير السابق وئام وهاب وزير اللبناني خرج وهو كان من أهم أبواق حزب الله ومحور المقاومة، خرج قال لا يمكن الثقة بدور إيران وعلى الإيران. هناك أصوات الآن داخل حزب الله تطالب بفك الارتباط مع إيران. هناك أصوات تقول أنه ينبغي حتى نزع الجنسية اللبنانية عن حسن نصر الله. عواقب ما قامت به إسرائيل بعد مجزرة البيجر وبعد قتل قيادات الأولى الصف الأول وبتصفيتهم، واليوم واصل وقتلوا قائد الوحدات الجوية، خلق حالة من الإرباك ومناخ نفسي ضاغط أفقد حزب الله. يعني آسف على المقاطعة دكتور، لكن فيما تبقى من الوقت دور ومكانة إيران، يعني آسف على المقاطعة، عندنا 3 اقتباسات بعدنا والوقت بدأ يدركنا، خلينا نأخذ اقتباس ثاني من عرب نيوز ثم نعود من بعده للنقاش. أبلغ قائدان قادة سياسيين عراقيين أن الاستقرار في بلادهم أمر حيوي لإيران وسط تصعيد العنف الإقليمي، ويجب عليهم تخفيف انتقاداتهم لرئيس الوزراء. ويقول المحللون إن هذه الخطوة تعكس مخاوف طهران بشأن عدم الاستقرار على عتبة دارها في العراق، حيث مارست إيران نفوذها منذ فترة طويلة من خلال الجماعات المسلحة والأحزاب السياسية. يعني هناك من يرى أن الصراع الداخلي في العراق يتصاعد بسبب الخلاف على تقاسم العوائد المالية بين هذه الأحزاب والكتل السياسية، وهذا ما حرك حملة على رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني. برأيك في النهاية إلى من سيستمع وتستمع هذه القوى السياسية؟ إلى مصالحها المالية أم إلى أوامر قائاني وتعليمات قائاني؟ بالطبع هي لا تستطيع أن تخرج عن أوامر قائاني والمرشد. هذه الأحزاب وجودها رهن بوجود النظام السياسي في إيران، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك.
لكن هذه الأحزاب هي في الوقت نفسه أحزاب ذرائعية وبراغماتية بشدة، وتستطيع أن تنقلب على خطابها الأيديولوجي بسرعة وتنحاز إذا وجدت أن مصالحها هي مع الوجود الأمريكي. ولا تستبعد أن كثير من تلك القوى والأحزاب لديها علاقات غير مرئية مع الجانب الأمريكي، وتبدي انحيازها له في الخفاء، لكنها في الظاهر تعلن الولاء بشرط ضمان مصالحها طبعا، تعلن الولاء لمرجعية الولي الفقيه. لهذا السبب لا أستطيع أن أثق. العراق الآن أمام منطقة حرجة، وقاني أدرك أخيرا أن معركة غزة كانت خاسرة وأحد الرهانات الخاسرة الكبرى في سياستها الإقليمية، وأدرك تماما أن العاقبة والكارثة قادمة على لبنان وحليفها القوي حزب الله. طيب. وهي لهذا السبب تسارع إلى تحقيق تسويات وتفاهمات مع الولايات المتحدة على الأرض العراقية. هذه جزء من سياسة المباطلة والتسويف التي تقوم بها يقوم بها النظام الإيراني، وقدوم الرئيس الجديد بازشكيان، مسعود بازشكيان، هو من قبيل إرضاء وتنفيذ مثل هذه السياسة المقبولة دوليا. طيب دكتور سبز، دعنا نتابع مقتبس ثالث من صحيفة عرب نيوز ثم نعود من بعده للنقاش. في لحظة حاسمة بالنسبة لإيران، عندما تحاول الرد على العدوان الإسرائيلي، تتقاتل الجماعات العراقية بطريقة مزعزعة للاستقرار، وآخر ما تريده إيران الآن هو الفوضى السياسية في العراق، كما يقول ريناد منصور من مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن. إذن دكتور سربست، آخر ما تريده إيران الآن هو الفوضى السياسية في العراق، يعني العراق مهم لإيران إذا حاولت الرد على العدوان الإسرائيلي، وفق التقرير طبعا. والسؤال هو، كيف يكون العراق مهما لإيران في الرد على العدوان الإسرائيلي؟ ليس هناك علاقة بين الأمرين في الوقت الراهن، لأن إيران ليس من هواجسها الرد على إسرائيل. إيران توصلت إلى قناعة راسخة أن ليس بمقدورها أن تقوم بحرب رغم وعودها وتهديدها في المرات السابقة، وحتى مقتل اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران وفي وكر الأمن الإيراني، عجزت عن الرد. وأدركت الآن أنه لا يمكن التصدي للنفوذ الجيوسياسي الإسرائيلي في المنطقة من دون المغامرة بمواجهة الولايات المتحدة وحلف الناتو. ولهذا السبب هي الآن تستعيد مكانتها وتحاول أن تحقق تسويات كما أشرت قبل حين على الأرض العراقية، وهذا أهم بالنسبة إليها، أن بقاء العراق مستقرا تحت نفوذ قوى وميليشيات وأحزاب موالية لها أهم من خلق حرب بعيدة عن حدودها، إن كان في فلسطين أو إن كان في لبنان وحتى في سوريا. وهذه آخر فرصة لبقائها كدولة إقليمية ذات نفوذ في العراق. هي الآن تحاول أن تنتزع من الولايات المتحدة على الأقل اعترافا جزئيا بأن لها الحق في أن تكون قوة مؤثرة في العراق، وهذه آخر رهانات السياسة الخارجية الإيرانية، لأن بعدها إن فقدت النفوذ في العراق، والعراق كما أشرت مرات مرارا أن العراق هو خندق الدفاع الأخير عن إيران. طيب يعني دكتور سربست، دعنا نتابع مقتبس أخير من موقع عرب نيوز ثم نعود من بعده للنقاش. بينما تتصاعد اللغة الإيرانية النارية في المنطقة، وتحديدا حول الرد على العدوان الإسرائيلي، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان للجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده مستعدة لإنهاء المواجهة النووية مع الغرب، وتأمل المؤسسة الحاكمة الإيرانية أن ترى تخفيفا للعقوبات الأمريكية التي شلت اقتصاد البلاد.
إذن واضح أن السياسة الإيرانية اليوم تعتمد خطابين، الرد الناري على العدوان الإسرائيلي من جهة والخطاب الناعم مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. كيف تفسر ذلك يعني؟ نحن تحدثنا طوال الوقت في النصف الساعة الأخيرة عن العوامل الخارجية الضاغطة على السياسة الإيرانية، وحقيقة الأمر تغافلنا عن العوامل الداخلية وهي عوامل متأثرة بشدة بالحصار والعقوبات الأمريكية. والنظام الإيراني بات يدرك بعض الاحتجاجات في العام الفات أنه من الصعب الاستمرار على هذا النحو والحفاظ على إيران ونظام السياسي لولي الفقيه. لهذا السبب هي بحكم المنطق الزراعي تلجأ إلى تفاهمات محاولة الخروج من هذا المأزق، وربما تبدي استعدادا للتخلي عن مشروعها النووي مقابل رفع العقوبات والعودة. النظام الإيراني مدرك تماما أن بقاءه بات يعني قصيرا نسبيا مقابل ماذا دكتور؟ مقابل ماذا؟ لا سيما بعد التفاقم يعني رفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي مقابل ماذا؟ مقابل الهدوء في المنطقة؟ مقابل ما قابل نعم التنازلات عن الملف النووي أولا، تنازلات عن النفوذ الجيوسياسي في سوريا في لبنان مثلا، هناك أوراق كثيرة بها، وفي اليمن هناك أوراق كثيرة. من المتوقع أمام التحديات التاريخ الداخلية في التحديات الداخلية التي يواجهها النظام في المجتمع الإيراني، من المتوقع أن يقدم على مثل هذه التنازلات الكبيرة على مضض. إيران الآن مرهقة بسبب تلك العقوبات، مرهقة على كل المستويات، وتواجه تحديات داخلية كبيرة تهدد وجود النظام السياسي في إيران. إذن أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويت الدكتور سربس نبي، شكرا جزيلا لجنابك على كل هذه الإضاءات والتحليلات لأبرز ملفات العراق كما رآها العالم في أسبوع. شكرا لاستضافتكم. شكرا جزيلا دكتور، تحياتي لجنابك. شكرا. وأنتم أعزائنا المشاهدين حتى الأسبوع المقبل أودعكم مع مجموعة من الصور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية الأسبوع الماضي لأطفال وتلاميذ المدارس العراقية في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد. هذه تحياتي أنا سرمد القيسي وتحيات فريق العمل، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.